شكوك ورثته عدد 1221 بتاريخ 1 شهرين، يعني الورثة بعد 1 شهرين مواتش 28 مايو، وبعد تبع الورثات المشار إليها بالمرجع أعلاه ومتعلقة بطلب استغلال جزء من الملك العمومي البحري بشرط السيادة. أتشرف بإفادة سيادتكم وأن التصرف في الملك العمومي البحري هو من مشمولات وكالة حماية تهيئة الشرط الساحلي حسب القانون عدد 73 لسنة 1995 وأرخ في 24 جويلية سنة 1995، وبناء على ذلك فإن البلدية لا يحق لها التصرف في الملك العمومي البحري إلا بترخيص مسبق من وكالة حماية وتهيئة الشرط الساحلي. والسلام رئيس الفرع المستير. بعد في نرجع الوضعية اللي تسأل عليها في اسم الطول ولات بس شبه شبه زي جنب غزوة صغيرة ويكون استغلال بتاع الشرق الساحلي المرجع بتاعه هو الوكالة يبقى البلدية متع بفضل إداري، شو معناتها؟ أي ترخيص للأقل أي أشغال تخضع لرخصة للبلدية. الأشغال المقامة الأشغال الرخصة المقامة المقامة الكلمة صحيح ذلك ترخيص وكالة الأقل يبقى لم تحتفظ اليوم بمطلب رخصة للبلدية. طب هي تقول كون الوكالة وقتها معليش البلدية واحد من تسكين حق القيادة ولذا احنا كمجلس بلدي شفت حاجتي يتقدم ملف شو ملف؟ عند الترخيص يقدم مطلب رخصة للبلدية على حسب الفئة الهندسية اللي عنده وعلى حسب الموافقة من الأقل ولو معك التجهيز والتجهيز تمام مسؤول الامطار اي مواطن عادي مش كل ما دخل اداري مدني وثيقه من الوكاله مثل دخل الوكاله دي بتاع الاتش اس اي تقول ليس البديل حق في كذا وكذا فقال كل تبقى مزايدات ومهدرات معناتها حتى في ولا معك نمشي للنقطة الثانية وهي الطلب صدر المواطن سلمى عبد الرزاق.